يا رب نسألك يا مولانا ودايما نسألك يا سيدنا أن ترزقنا رزقا حسنا بغير أذى لأحد وبغير أن يؤذينا أحد. لجأنا وتحصنا بك يا أحد، فأنت اجعلنا يا مولانا في حصنك، فلا يصل إلينا توحش أحد ولا أن نتوحش على أحد. يا فرد يا صمد، استجب لعبادك الفقراء وكن عونا لهم يا مولانا على طيب قلوبهم وصفاء أنفسهم. يا كريم يا أرحم الراحمين.